قبل ما تفضجوا الفيديو خوتي ما تنساوش تابوني وفلاشان وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كامل جديد من عند قناة ميديا ديزل. السلام عليكم متابعينا الكرام، متابعي قناة ميديا ديزاد خوتنا، جيناكم في فيديو جديد وخبر جديد كالعادة، معكم خوكم شرف الدين. يا خوتي والله لا أمر مضحك أنك تشوف المراركة يتهجمون على الجزائر بهذه الطريقة في أمر يعني لا يعني الجزائر أبدا، ولكنهم حبوا يدخلونا يعني. فتونس دولة ذات سيادة وعلى بالها وش تدير، تعرف إصلاحها مليح مليح. استقبلت رئيس الصحراء الغربية، قالت باللي هذه دولة مستقلة كما قالت الجزائر، يعني مجرد كان راي تاعنا وراي تاعهم كيف كيف، ولكن المراركة ما تقبلوهاش. هذاك الكذاب السليمي يخرج في لقاء صحفي، صدقوني يا خوتي والله راح تشبعوا ضحك، سبحان الله. مرض بالجزائر لدرجة ان اي حاجة تقيسهم يلصقوها في الجزائر، قالك الجزائر هي اللي دارت الفتنة بين تونس والمغرب، والله راح تشبعوا ضحك. خوتي اتغاوا على الفيديو هذا باللايكات، وما تنساوش ايضا مرمدوا هذا الخانز السليمي في التعليقات، ما تخليوا له والو خوتي، مانيش انا اللي راح نرد عليه وانما انتم في التعليقات بهدلوه. الان روحوا نسمعوا وش راهو يقول. ومن الرباط ينضم إلينا الأستاذ عبد الرحيم منار سليمي، رئيس المركز الأطلسي للدراسات الاستراتيجية والتحليلية، وذلك للحديث عن دور النظام الجزائري في افتعال الأزمة بين الرباط وتونس على خلفية استقبال الرئيس التونسي لزعيم البوليزاريو في خطوة عدائية ضد الوحدة الترابية للمملكة. أهلا بك أستاذ وسعداء باستضافتك. أهلا وسهلا بك، مرحبا. طيب سؤالي لك، كيف تقرأ ما أقدم عليها النظام الجزائري بافتعال الأزمة بين الرباط وتونس على خلفية استقبال رئيس تونسي لزعيم البوليزاريو في خطوة عدائية ضد الوحدة الترابية للمملكة، بما يكرس عزلة النظام الجزائري ويعصف بالقمة العربية المزمع عقدها قريبا في الجزائر، ما قراءتكم لذلك؟ أولا إذا حاولنا أن ننظر من زاوية أخرى لما وقع، علينا أن نقول بأن النظام التونسي قيس سعيد قدم هدية للمغرب، مقابل ذلك التحريض الذي قامت به الجزائر هي أعدمت استضافة القمة العربية المقبلة، هذا هو العنوان الكبير. ولكن دعيني هنا ألاحظ، أولا هناك خطأ فيه الكثير من الغباء، ونلاحظ هذه العناصر. كلما ارتفعت أسعار الغاز أو النفط إلا واستنزفت الجزائر أموالها في هذا الملف المرتبط بالدعاية للبوليزاريو. هذه المرة وبعد سنة من قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب واستخدمت فيها كل الأوراق، هي استخدمت ورقة قيس سعيد، بمعنى قامت بتحريضه وقدم مؤشرات منذ البداية وصلت إلى ما شاهدناه. اليوم الجزائر إذا كان هناك من يفكر هل هناك نظام عاقل وهو يقول ويلعب كل الأوراق من أجل احتضان قمة عربية يرتكب هذا الخطأ. اليوم صورة النظام التونسي ووراءه صورة الدولة المحرضة التي هي الجزائر. أولا هناك صورة تونس، لم ينتبه قيس سعيد بأنه يحتضن منتدى ياباني إفريقي، لاحظ الكل ما وقع في المطار ذلك الارتباك، استقبل هذا رئيس بمعنى قيس سعيد يستقبل زعيم ميليشيا هو متهم بجرائم حرب أثيرت حوله الكثير من النقاشات منذ شهور، يستقبل بهذه الطريقة التي لاحظنا وقع في قضية الطائرة، وهناك الكل بمعنى كل وسائل الإعلام في العالم هي تضحك، بمعنى هناك أضحوكة على سعيد وتحول إلى أضحوكة، وأيضا الذين وراءه. أيضا نطرح التساؤل، كيف ينظر اليوم مثلا، كيف تنظر الدول الكبرى، كيف تنظر الولايات المتحدة الأمريكية والتي لها موقف من سعيد وموقف أيضا من النظام الجزائري، كيف تنظر الدول الأوروبية، ما هو موقف الدول العربية الآن، الدول العربية الآن التي أمامها هذه الحماقة التي ارتكبت، هل لا زالت الدول العربية داخل جامعة الدول العربية تثق في النظام الجزائري لكي يستضيف قمة عربية؟ هي خرجت منذ شهور بورقة سوريا
ورفضتها الدول العربية. كان هناك حديث منذ أيام على أنه سيتم نقل، قبل أن يحدث ما وقع، سيتم نقل القمة إلى القاهرة. هذا حديث جدي، أجلت القمة مرات متعددة وترتكب اليوم هذه الحماقة. هل هناك لا زالت إمكانية الاستضافة قائمة؟ لا أعتقد، بمعنى أن ما قام به النظام العسكري الجزائري باستعمال هذه الورقة، ورقة قيس سعيد، بكثير من الغباء، أساءت إلى صورة تونس، وأيضا هي قدمت إشارات إلى ما هو قادم. لا أعتقد بأن جميع الدول العربية والدول العربية، ونعرف كثيرا مواقف الدول العربية واحتياطاتها وحذرها من الحماقات التي قد ترتكب، مثلا فرضا في حالة ما إذا كانت الجزائر منذ البداية كان هناك حذر، في حالة ما إذا أعطيت هذه الفرصة. إذا اليوم يجب أن ننظر من زاوية أخرى، غباء النظام الجزائري والطريقة التي استعمل بها نظام الذي هو نظام قيس سعيد، لا أحد يعرف هل هو واعي أم غير واعي بما ارتكبه، تبين بأنه قدم هدية إلى المغربيين. يجب أن نأخذ من هذه الزاوية، وفي نفس الوقت أن النظام العسكري الجزائري هو أعدم آخر ما تبقى من قمة كان من المفترض أن تعقد عندهم في نوفمبر القادم. لا أعتقد بأن الدول العربية ستسير في الاتجاه. هنا أن أتحدث عن مشاكل أخرى مرتبطة بالسياق وعن هذا الحدث الذي وسع مساحة الأزمة داخل شمال إفريقيا، التي كانت دولة من داخلها مرشحة لاحتضان قمة تعثرت مرات متعددة، أما الآن حدث واضح، لا أعتقد بأنه ستكون هناك قمة. نعم، بالفعل هو خروج واضح عن المواقف التقليدية لتونس. كيف تقرؤون ردود حلفاء المملكة الممكنة الذين يتابعون هذه التحرشات المستمرة للنظام الجزائري تجاه المغرب ومصالحه؟ أولا تابعنا بعض الكتابات التي خرجت من الولايات المتحدة الأمريكية وأشارت بوضوح على أن الجزائر هي تقوم بنشر الفوضى في المنطقة، بما أنها استعملت ورقة تونس، وهذه المسألة هي خطيرة جدا. استعملت ورقة تونس وروحد اليوم كل بأنه يركز على أن الجزائر لها ملف واحد، وهذا الملف ملف دعاية وللبوليزاريو وتمويل البوليزاريو. المسألة الثانية وهي ما صدر من الأوروبيين أنفسهم، بمعنى كل الذي مثلا كانت الجزائر تقول بأنها لا علاقة لها بالملف، هذا الكلام هو أصبح غير موجود منذ زمان، ولكن اليوم اتضح أكثر أمام دول أوروبية وأمام دول العالم. الدول العربية لاحظنا مثلا بأن دول بدأت تقاطع ما يجري في تونس، مثلا موقف مصري يقاطع لقاء كان مبرمج في الرياضة في تونس، وهذه إشارة إلى تونسها. ثم لا ننسى بعض المواقف التي صدرت نتيجة الغباء الجزائري، مثلا في نفس الوقت الذي ارتكبت هذه الحماقة مع المغرب بتوظيف تونس، فهي استقبلت طرف الذي هو في صراع مع مصر، استقبلت رئيس وزراء إثيوبيا. إذن نلاحظ هنا بأن هناك خبط عشوائي من طرف النظام العسكري الذي يريد أن يلعب كل الأوراق، والكل يعرف أن الأمر هو مرتبط داخليا. إذا المواقف لما قلت بأنها قدمت هدية، هذا الخطأ هو هدية للمغرب، بمعنى أننا نوجد في موقع قوي، لأن كل العالم اليوم هو رأى بالحجة ما تقوم به الجزائر التي آخر ما قامت به وهي استعملت نظام قيس سعيد وحرضته ضد المغرب. نعم، واضح. أستاذ منار سليمي، عبد الرحيم منار سليمي، رئيس المركز الأطلسي للدراسات الاستراتيجية والتحليل الأمني، كنت معنا مباشرة من الرباط، أشكرك على كل هذه التوضيحات. وفي الأخير ما تنساوش ديروا النجام وتشاركونا رأيكم في التعليقات. سلام.